السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى تكونوا كامل بخير. اليوم إن شاء الله راح نحضر لكم نسلي كراميل في البيت ويجي مذاقه مثل الذي يباع تماما. الوصفة بسيطة جدا والتحضير خفيف والنتيجة رائعة. إذن عندنا في المقادير كاس بودرة الحليب، كاس سكر غلاس سكر ناعم، نص كاس ماء سخون بزاف، لازم يكون مغلي. نخلطه بالخلاط حتى يتكافف ويجي الخليط ثقيل. اللي حبيتي تخليه على هذا الشكل، تحطي له الفانيليا او زوج مغارف زبده ويكون هكا حليب محلى، واذا تحبيه كراميل ندير له الكراميل. ناخذ الكاس اللي كيلنا به تاع السكر، نحطه في كسرونه، ندير له زوج مغارف تاع الماء ونخليه على نار حتى يولي كراميل. بعد ما ولا كراميل وهو سخون نزيد له زوج مغارف زبدة، من الأحسن تكون من النوع الجيد باش تجي البنة مليحة. نخلط مليح حتى يذوب تذوب الزبدة. من بعد نزيد الخليط تاع الحليب المركز، نخلطوه مليح بالفوي او بالباتور الخلاط الكهربائي حتى يولي ألمس. نزيد له قليل من الفانيليا ونخليه يبرد ويكون جاهز. نسلي كراميل جاهز. انا هنا مازال سخون، كي يبرد يكون كثيف بزاف وهايل. انا صراحه ما يخطينيش سواء في الحلويات او لحاجه اخرى، كما تعرفوا انه غالي، مليح نقتصدوا ونديروا في الدار. اذا وصلنا الى نهايه وصفه اليوم،
لا أريد منكم غير دعواتكم وتعليقكم، تهمني جدا رأيكم في القناة، وشكرا لكم بزاف، ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.